نتمنى تكونوا خدمتوا مزيان في هذا الاكزامان ان شاء الله. غادي نحاول في هذا الفيديو هذا نهضر على المشاكل اللي تعرضوا لها الزلاف ونحاول ما امكن نفسر المطلوب منكم باش تنجزوه خلال المده الزمنيه ديال هذا الامتحان هذا ان شاء الله. نبداو عندنا السوجي غياميناجمون دي شومبر. انا ملي كنسمع غياميناجمون دي شومبر ديريكتومون كيجيني بالي لسباس بريفي. الوغ نشوفوا لا دوموند شنو فيها بالضبط. Il vous est demandé de transformer une chambre de bébé en une chambre d'adolescent en créant une ambiance qui reflète une des multiples tendances de la jeunesse actuelle. Entre parenthèses, d'après le Kenya exactement les tendances, les athénes, sport, graffiti, musique, voyage, etc. Alors, il y en a, etc. Nous devons nous dire des choses. Nous devons nous dire des choses. Mais nous devons nous dire des choses. Nous devons nous dire des choses. Nous devons nous dire des choses. Sport, graffiti, musique, voyage, arabia. Nous devons nous dire des tendances qui sont dans les jeunes actuels. Alors, 1. Analyser par écrit et par des relations graphique le document de la page 3 sur 4 en mettant l'accent sur les rapports les rapports on a ou le haja à des chauffeurs document fourni mal à coup de chauffeur voilà comme d'un très clair donc voilà le monde. عندنا الاناليز خصنا نديروها اناليز بار اكري هذه الاولى اي بار دي ريلوفي غرافيك. الوغ هنايا عندنا الغرافيك وعندنا ليكري اون ميتون لاكسون غادي نركزو بالضبط على لو رابور فونكسيونيل دي فورم دي كولور اي دي ماتيير افيك ليسباس بروبوزي. ملي كنسمع لو رابور فونكسيونيل دي فورم كنهضر على لا سيميولوجي ديال لا فورم اللي كتعطيني دي سينيفيكاسيون بوتيتر ليي بليستوار دو لا بوتيتر ليي بلونيفير بوتيتر ليي ا تو سكي اوتور دو نو. بور لي كولور عاوتاني نقدروا نخدموا على البسيشي ملي كندير الكولور احمر اولا ملي كندير الكولور خضر اولا ملي كندير الكولور زرق. اي حاجه عندها لا سينيفيكاسيون ديالها واي حاجه عندها علاقه مع الاسباس اللي غادي نخدم عليه. كما كنا كنقولوا بالنسبه لي كولور عندك مثلا الاحمر بوتيت غادي يعطيك لا سينيفيكاسيون دامور بوتيت يعطيك لا سينيفيكاسيون لو كونترير اللي هو لا غير على حسب لو سوجي اللي كيكون عاطي لك اكزاكتومون دي ماتيير افيك لاسباس بروبوزي. لي ماتيير كذلك ومثال نهضروا على الخشب نهضروا على الحديد نهضروا على الكوير نهضروا اي حاجه عندها مميزات اي ماتير عندها مميزات سولون لسباس فورني. ملي غادي نستعمل الخشب ديالي في شي اسباس يقدر يكون اسباس اخر ما يصلحلوش الخشب او لا العكس ملي بغيت نستعمل الحديد يقدر في شي اسباس اخر ما نستعملش الحديد. بحال مثلا اكزومبل بسيط بالنسبه للحديد مثلا في واحد لسباس اللي كيتعرض لعوامل الثلج البرد الشتاء غادي يكون بارد غادي يعطي ليفي ديال البروديه هنا ما يصلحش للمستهلك اللي كيعيش الحياه اليوميه ديالو وسورتو هذا النوع ديال السوجي اللي هو غياميناجمون دون شامبر اللي هي بريفي ما يصلحش تندار فيها. بالنسبه للدوزيام اليمون عندنا لي زاليمون دومبيونس اميبلومون كولور اكليراج. عندنا هنايا لاميبلومون خصنا نشوفوها واش ليي مع لومبيونس ديال لا شامبر واش عندها علاقه في لي فورم واش عندها علاقه في لي كولور واش ما كاينش شي حاجه تما انورمال. بالنسبه للكولور كذلك بالنسبه لاكليراج لا ديستريبيسيون ديال لي سبوت او لا لاكليراج اللي هو ناتورال اللي كيدخل من السراجم او لا البيبان. دو بارتون دو سوجي اي دو فوتر اناليز بروبوزي دو سوليسيون. ملي كنهضر على بارتون دو سوجي سوجي هي لا دوموند اللي قرينا اكزاكتومون شنو فيها اي فوتر اناليز اناليز على حسب ليماج فورني في الامتحان بروبوزي دو سوليسيون قايل لك هنا ديجا بروبوزي دو سوليسيون مناش من الاناليز ومن لا دوموند. لا دوموند شنو فيها فيها انها خاصك تبع ليماج اللي عطاوك ليماج اللي عطاوك. ملي كنجي نفسرها كان كاين مخدومه كنشوف فيها عندي ديسان دوبسيرفاسيون هنايا اول حاجه. ثاني حاجه خصني نخدم بيرسبكتيف دو بوين دو فويت اولا بغيت نحولها ندير بوين دو فويت وحده وهي غاديه بصح باش نوض ونخدم واحد الحاجه اللي ما مطلوباش كما وقع لبعض التلاميذ خدموا على دي بلون. واش هنا كاين الحس ديال البلون؟ انا بغيت هذا سؤال موجه للزلاف كلهم واش كاين هنا لا دوموند طالبين لك بلون واش الامتحان عطاك بلون فورني على ليشيل اكزاكتومون واش كاين شي حاجه من هذا قابل في لا دوموند؟ ما كايناش. علاش كنوض نخدم واحد الحاجه زايده زياده من راس الحمل؟ لو كان تخدم هذا الشيء كله اللي مطلوب منك لي دوني ا ريسبكتي وباغي تزيد شي حاجه من عندك ما فيها باس بصح نخلي اللي مطلوب ونخدم اللي ما مطلوبش هنا غادي تخرج على راسك. تقدر يكونوا لي نوط هابطين تقدر ما تربحش لي نوط في هذا الامتحان هذا تقدر يوقعوا بزاف الحوايج. الوغ دو سوليسيون قلنا دو غياميناجمون دو لا شامبر ريبريزونتي دون لا باج 3 سور 4 بور لا ترانسفورمي باش نحول
نقولها هنا لا ترانسفورماسيون عندي لا شومبر هي لا شومبر لا ترانسفورماسيون ديالي على حساب لاميناجمون هو كيقول لك غي اميناجي نقلع الكراسه والطبالي والبيرو اللي ديجا كاينين تما وندير شي حاجه سولون لا كونسيبسيون ديالي فقط غي اميناجي ما غاديش تعاود تبتكر الحيوط من الاول والسراج من الاول هو كيهضر لك على الغي اميناجمون عندنا ان اسباس نديرو له غي اميناجمون سولون لو سوجي اللي عطاونا pour la transformer en une chambre d'adolescent entre 13 ans et 18 ans. عندنا 13 ans et 18 ans. 18 ans, 19 ans, ماشي مشكل. L'espace de la chambre réaménagé, اللي غادي نديرو له réaménagement, doit contenir, ركز, doit contenir هاد لي 3 contenu اللي غادي تعطانا دابا un coin de rangement, un coin d'étude, un coin lit. يعني الحياة اليومية ديالك خصو يكون فيها هاد لي 3 principes. عندك coin de rangement فين نحط حوايجي, coin d'étude فين نقرا, فين نحفظ في نخدم البراتيك ديالي ان كوان لي هاد لي 3 كوان معروفين في الحياه اليوميه ديال اي شاب هادو هما اللي خصهم يكونوا بغيت نزيد من فوق هادشي حتى يشيط لي الوقت الا شاط لي الوقت نقدر نزيد شي حوايج بصح ما حدي ما خدمتش هادو ما راكش محترم لي دوني ا ريسبكت اولا مثلا ندير شي حوايج عوض كوان لي ندير شي كوان اخر مثلا اسباس تي في هو ما مطلوب ليش اسباس تي في ديما نحترم لا دوموند ديالي طلبت مني كذا 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 هذاك الشيء اللي غنخدم في حالات بغيت نزيد راني قلت لك فوقاش غتزيد كيتسالي لا دوموند ديالك بالضبط شاك بروبوزيسيون سورا اكزيكوتي سور اون بلانش ا 3 يعني كل بروبوزيسيون كل اقتراح تطلب منك غادي تخدمو ا 3 ملي كنسمع ا 3 ا 4 ا 2 ا 0 هادو سو سون دي دوني ا ريسبكتي تيحان يمشي بلي دوني ا ريسبكتي 3 بار لا كولور لي زيفي دو ماتيير اي ديكليراج رياليزي لا بيرسبكتيف دامبيونس دون بارتي لا بيرسبكتيف دامبيونس دون بارتي كلشي واضح وكلشي معروف وكلشي شفناه هاد السوجي هذا بحالو تقريبا كان اول سوجي في العام الا راكو عاقلين قلت لكم ديروا شومبر بريفي ديالكم مناسبات حلول السنه الجديده ديال القرايه خصنا نبريباريو راسنا خصنا يكون عندنا واحد لومبيونس فين نخدمو كما كيقول كتقول المقوله بور كريي الفو دابور كريي لومبيونس هذا هو السبب باش درت لكم هذا السوجي الوغ ديجا دوزتو بحال هذا السوجي ديجا دوزتو بحال هذا لا ديماش كرياتيف ديجا دوزتو هذا لاناليز ديجا دوزتو كلشي هذا الشيء اللي هنايا دون بارتي دو لا شومبر ري اميناجي فورما ا 3 لا بيرسبكتيف ديال كوان لا بيرسبكتيف ديال بارتي فقط وهاد لا بارتي كما كنت كندرس معاكم ديجا في المراقبه المستمره نحاول ما كان نشوف واحد لابارتي اللي تشد لي بزاف ديال الحوايج نحاول ما امكن نشوف لابارتي منين نصور اللي تعطيني بزاف ديال الحوايج في الشومبر باش نعطي عليها معلومات اكثر 4 سور اون بلانش دو فورما ا 3 ارغومونتي غرافيكمون اي بار ايكري لا توندونس شوازي الوغ نرجعوا لي توندونس اللي مذكوري سبور غرافيتي ميوزيك فواياج هنا عندنا واحد لارغومونطاسيون غرافيك اي ايكري نشرح فيها توندونس اللي اختاريت سواء سبور غرافيتي ميوزيك فواياج اكسيتيرا et l'ambiance proposée ni kandra al l'ambiance ماشي غادي نوض ندير شومبر يكون فيها مثلا لي كوان دو رانجمون كوان ديتود كهضر على الامبيونس ندخل لي كليغاج ندخل لي بلون ندخل لي سبادرين محطوطه وحده ليه نعال بزاف الحوايج هادو سون دي زيليمون دامبيونس كتاب مرمي في الارض ولا محطوط فوق البيرو البيسي هادو هما الكوان اللي كيعطيو واحد الجماليه لو طرافاي ديالي فينال اون ميتون لاكسون سور لو نيونس دو كولور انا اكزاكتومون عطيك بالضبط علاش غادي تخدم لي ماتيير تيكستور لو غرافيزم شوازي لي كليراج ادوبتي بور شاك كوان الوغ لي كليراج ديالي بالنسبه للغرافيزم شوازي اللي غادي نقدر نتانسبيرا لي توندونس ديال لا جونيس اكطويل نقدر نخدم عليها مثلا في لي مور نقدر نخدم عليها في لو توا اولا نخدم عليها في الارض على حساب لا كونسيبسيون ديال شاك اليف لي ماتيير شوازي اولا لي تيكستور حتى هما نخدم مثلا بالخشب الحديد الكوير بزاف ديال لي ماتيير اينوكس اللي نقدر نستعملهم في الحياه اليوميه ديالي واللي تسهل لي الحياه ديالي داخل هاد الشومبر نيونس دو كولور نقدر نخدم بلي كولور ديالي لي نيونس ولا لي كومبليمونتير اولا لارموني اولا لي غري كولوري اولا واحد الحاجه اللي تعطيني في الاخر جماليه وهذا الشيء
كله قريتوه وعرفتوا لي ديونس عرفتوا الكومبليمونتير عرفتوا لارموني عرفتوا شلا صوالح. الوغ هذه كانت السؤال 4 نظن يكون كل شيء اتضح ان شاء الله، ونتمنى ان كل شيء يكون خدم في هذا الامتحان هذا على حساب لي دوني ريسبكتي اللي عندي هنايا على حساب لا دوموند، ونتمنى ان شاء الله النجاح لكل شيء سواء اللي خدم او لا اللي وقع له مشكل او لا لو تخاك او لا. نتمنى من الله ان شاء الله النجاح لكل شيء.